The fourth major obstacle to peace is Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has all too frequently bowed to the demands of extremists like ministers Smotrich and Ben-Gvir and the settlers in the West Bank. بهذه الكلمات وأمام مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور شاك شومر ينتقد بل وينقلب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب ما قالته وسائل إعلام عبرية، إذ وصف نتنياهو بأنه عقبة أمام السلام وطالب بحكومة جديدة في إسرائيل. تصريحات شومر هذه أحدثت هزة كبيرة بالأوساط السياسية الإسرائيلية، خاصة مع تراجع شعبية نتنياهو بعد هجوم 7 أكتوبر. فمن هو شاك شومر وما أثر انتقاده الأخير لزعيم حزب الليكود؟ شومر هو أكبر مسؤول يهودي منتخب وداعم مطلق لإسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي، إضافة لكونه زعيم الأغلبية الديمقراطية فيه وأحد كبار زعماء الحزب الديمقراطي، وتجمعه علاقة قوية بنتنياهو. تصريحاته وأثرها بحسب محللين تعكس حالة الإحباط التي وصلت إليها الإدارة الأمريكية بسبب تصرفات نتنياهو وحكومته في ملف الحرب على غزة، لا سيما التهاون في حماية المدنيين والتسبب في عرقلة وصول المساعدات بشكل واضح. كلمات شومر الحادة وانتقاده اللاذع لصديقه نتنياهو لم يوافق عليها البيت الأبيض ولم يمنعها في الوقت نفسه بحسب أحد مسؤولي البيت الأبيض، لكنها وفق محللين قد تضعف بقائه بمنصب رئيس الوزراء الذي أصبح أيضاً في مهب الريح بسبب الاستياء بين الإسرائيليين حسب آخر إحصاءات صدرت حول شعبيته في البلاد. على الجانب الآخر، رد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على شومر قائلاً إن إسرائيل ليست جمهورية موز، وإن سياسة نتنياهو تحظى بدعم شعبي واسع على حد قوله.